السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم مجموعة من النقاط. طيب اول حاجة اجي هنا اقول له بايثون، بايثون بيوفر وقت كتير قوي اهوت. اجي ادوس هنا مرتين. طيب انا عايز ابدا اقول له ان انا عندي مثلا مجموعة من الارقام، فممكن استخدم دالة رينج. اقول له مثلا ان الواي هتساوي، واروح قايل له رينج 10، يبقى كده هياخد هو ايه من 1 ل 10. وبعد كده اقول له انا عايز سلسلة فاضية خالص بالشكل دوت، وابدأ استخدم بقى امر فور، وليكن مثلا فور اي ان واي. يبقى كده هياخد الارقام اللي موجودة في الواي ويبدأ يحطها في الاي، يبقى اي مرة تساوي 1، مرة تساوي 2، مرة تساوي 3 وهكذا. واقول له نقطتين، واروح واخد مسافه بحيث ان يبقى عارف ان اللي هيجي دلوقتي هيبقى تبع واي. فاقول له اي تساوي اي زائد 1. تمام. وكده يبقى هو كده هيبدا ب2. طيب انا ممكن اخلي فيه سطر قبليه بالشكل دوت، بحيث يبدا ب1 وبعد ما يخلص الامر ياخد اللي بعديه. طيب اقول له مثلا ايه، خلي ان انا عند الاكس بتساوي بوينت دوت باي كوردينيتس، يبقى انا كده انا عايز انشئ نقطة بالكوردينيتس، واخلي الكوردينيتس دي بتساوي الاي اللي هي دلوقتي بتساوي 1. لو انا كتبت السطر بتاع البوينت ده تحت الاي بيساوي اي زائد 1، يبقى هيبدا ب 2، وبعد كده هقول له 0 0. طيب وبعد كده عايز اقول له بقى ايه، اعمل لي ان زي دوت ابند، ابدا احط في السلسله النقطه دي مره واثنين وثلاثه اكس. طيب الاوتبوت بتاعي اللي هو ايه، اللي هو الزي، وابدا اعمل ران هتلاقي النقط موجوده بشكل دوت. دلوقتي بقى خلينا نرسم نقطه بره هنا، وتبدا النقطه دي تتوصل بكل نقطه من الموجودين. طيب عايز ارسم نقطه بره، خليها مثلا دي هتساوي، واقول له مثلا ابدا اعمل لي نقطه بوينت، واقول باي كوردينيت، واروح قايل له خلي مثلا دي 22 و22 و0. طيب يبقى انا كده عندي النقطة ال V موجودة بره هتبدأ توصل بينهم. ممكن اقول له اطبع مثلا ال Z وال V، طلعت النقطة موجودة هنا. طيب النقطة دي بقى عايز اخليها تبقى فيه زي لاين، واقول له هنا لاين تساوي لاين دوت. طيب هنرسمها من خلال ايه، من خلال ان انا هديله الستارت بوينت والاند بوينت. طيب الستارت بوينت بتاعتي اللي هي هتبقى ايه، هتبقى في، والاند بوينت اللي هي هتبقى الاكس. وزي ابند هقول له خليها اللاين اللي هو اللي هيكرر هنا دلوقتي. طيب واقول له هنا بقى اطبع لي، وهنا هيطبع لي ايه، هيطبع لي الزي، واقول له اطبع لي برضو ايه اللاين، واقول له ران. كل مرة هيطبع لي الزي وهيبدأ يوصل لي بين النقطة اللي هي الفي والنقطة اللي هي الاكس، هيوصل بين النقطة ديت والنقطة دي، مرة تطلع بواحد، مرة تطلع باتنين، مرة تطلع بتلاتة وهكذا. وممكن نشوفها بالشكل ده هنا.